يا أطفال أصعب الامتحانات، لازم تكونون ونكون فخورين بنفسنا. احنا الجيل اللي موقفنا لا قناص لا دخانيات لا مطار ولا كورونا. راح يوقفنا شيء واحد بس، الثعر لدماء الشهداء. عندنا 700 شهيد وقدوة، ما راح نتراجع لحد ما ناخذ لهم ثارهم، وثارهم الوحيد هو بإسقاط الحكومة الفاسدة. راح نبقى أوفياء لزفاء، راح نبقى أوفياء لصفاء، لعمر، لأحمد، لزهراء، لكل الشهداء، كل العراقي نادي صفاء عز بلادي. كل العراقي نادي صفاء عز بلادي.